السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم في عندي أخبار سارة للبعض وأخبار أخرى قد تكون مزعجة نوعا ما للبعض الآخر. بعد صراع طويل بين التحالف الحاكم الكبير حزبي الـ CDU والـ SPD، تم التوافق أخيرا على حزمة من التدابير لحماية المناخ. وحتى لو ما كنت مهتم بقضايا المناخ والبيئة، ولكن قد تكون مهتم لمعرفة بعض الأخبار السارة وأيضا غير السارة يلي نتجت من هذا الاجتماع. والخبر الجميل أني مع بداية شهر يانو 2020 سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة المية فيرشتويا من 19% ل 7% على تذاكر السفر بالقطارات. يعني تقريبا رح تصير أسعار تذاكر السفر لدى الدويتشا بان أرخص ب10% من الأسعار الحالية. وتتوقع شركة خطوط السكك الحديدية الألمانية زيادة بقدر 5 ملايين مسافر، على اعتبار أن الأسعار المنخفضة ستجذب المزيد من المسافرين. وأعلنت الدويتشا بان أنه بنهاية العام 2020 سيتم إضافة 100 قطار جديد، من ضمنهم 30 قطار سريع للمسافات الطويلة. والخبر المزعج بفيديو اليوم هو للمسافرين بالجو، بحيث رح يتم رفع أسعار تذاكر الطيران لتكون دائما أغلى من تذاكر السفر بالقطارات. فركاب الطائرات بألمانيا تسببوا بالأعوام الماضية بضرر كبير على المناخ، وكانوا مسؤولين عن طرح 22 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومنهم فقط 1.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون للرحلات الخارجية، والباقي كله بسبب الرحلات الداخلية. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. كان معكم إلهام بوزان، شكرا لكرم المتابعة، تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء في فيديو قادم.